اذا كنتش انا اهتم بقمه مالي وبوضع مالي وان انا داخل اخد الثلاثه بونت من مالي، طب انت هتقابل مين؟ انت هتقابل اوغندا بعد كده. انت اوغندا اللي واخده افضل فرق في القاره 2016. المباراه دي كابتن عبد الحليم كابتن زكريا اخر هزيمه للمنتخب الوطني في بطولات افريقيا 29 يناير 2004. بعدها مع الجزائر 2-1 دي اللي كانت في سوسه. في تونس اعتقد 19 مباراه بعد كده انت 16 مكسب وثلاث تعادلات، ونتمنى ان احنا ما نشوفش. اي نعم هو يمكن طولنا بعد الجون ده لان الجون دوت يمكن زعلنا عليه كتير قوي لان الجون ده كان ما يخشش فينا احنا، ولكن بعد الجون ده يمكن شوف يا بركات كلام طبعا كابتن عبد الحليم. لازم نكون واقعيين بنسبة 100% في الأحداث. الواقعية في البطولات الأفريقية بتقول إن في فرق دايما بتلاقيها في المربع دايما بتوصل، منها غانا. يعني غانا واخدة البطولة أقل مننا 4 مرات لكن وصلت فاينل 9 مرات. 9 مرات خسرت منهم 5. وصلت لتالت ورابع، مركز تالت خدته 3 مرات. يبقى معنى كده إن غانا من الدول اللي بتعرف توصل للمربع. كوت ديفوار هي خدت البطولة اللي فاتت لكن كنت دايما بتلاقيها في المربع.